إدارة الجودة الشاملة. تعريف إدارة الجودة الشاملة: إذا كانت إدارة الجودة الشاملة تعبر عن ثقافة إدارية، وهي تعبر عن ثقافة إجمالية كلية تتغير طبقا للطريقة التي يؤدى بها العاملين أعمالهم، وتهدف إلى كسب رضا المستهلك سواء كان مستهلك خارجي أو مستهلك داخلي، وهو الفرد أو الجماعة التي تحصل على مخرجاتها من العمليات داخل المنظمة. وعليه فإن إدارة الجودة الشاملة عبارة عن نظام يربط بين جميع إدارات وأقسام المنظمة والعاملين بها من خلال التركيز على المبادئ الأساسية للجودة الكلية، كالتركيز على احتياجات العملاء وحل المشكلات وإدارة العمليات ووقاية من الأخطاء، ومن ثم فالجودة الشاملة تعمل على خلق ثقافة متميزة في الأداء، تسعى دائما لتحقيق توقعات العميل وأداء العميل بشكل صحيح منذ البداية، مع تحقيق الجودة بشكل أفضل وبفعالية عالية وفي أقصر وقت. تطوير دائم في مجرى التغيرات التنظيمية من خلال استخدام فرق العمل ومشاركتهم، طرق التحليل الإحصائية، القيادة الإدارية وحل المشكلات وإدارة العمليات. بناء فرق العمل ذاتية الإدارة في المنظمات، وذلك لتحقيق التحسن المستمر من خلال المشاركة والتعاون بين العاملين ولتحقيق أهداف المنظمة التي توجههم إليها الإدارة. إدارة الموارد البشرية في ظل مفهوم إدارة الجودة الشاملة: إن تطبيق إدارة الجودة الشاملة يتطلب التغيير في العديد من المجالات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية. تهتم إدارة الموارد البشرية في ظل مفهوم إدارة الجودة الشاملة إلى تطوير الأداء من خلال إجراءات منها: الأول، التغيير في أدوار العاملين. إن التغيير في أدوار العاملين في ظل مفهوم إدارة الجودة الشاملة يشمل النواحي الآتية: 1. شرطة تطوير الوظائف ومهام في ظل مفهوم إدارة الجودة الشاملة: أصبح تحسين العمليات بالمنظمة هي مسؤولية كل العاملين بالمنظمة، وذلك من خلال قيامهم بتقديم مقترحات عن وذلك من بتقديم مقترح تحسين العمليات بالمنظمة. 2. شرطة تدعيم العمل بفرق العمل: إن فرق العمل هي حجر الزاوية في تطبيق إدارة الجودة الشاملة، وخاصة فرق العمل متعددة المهام، وأحد أنواع فرق العمل متعددة المهام هي فرق المشروعات والتي تحتوي على عاملين من كافة الوظائف لأداء عمل أو مهمة معينة، ويتم تصفية هذه الفرق بعد أداء هذه المهمة. 3. شرطة الاهتمام بفريق تدفق العمل، وهو فريق يقوم بأداء مهام متتابعة منذ بداية المهمة وحتى نهايتها، مثل خلايا العمل التي توجد بالمصنع أو وحدة الرعاية الصحية التي تهتم بالمريض في المستشفى. هذه الوحدة تحتوي على معمل للتحاليل، صيدلية، بعض الخدمات المساعدة، ولذلك فهي تشمل كافة المهارات المتنوعة لإتمام عمليات التشخيص والعلاج. 4. شرطة العمل على تحسين العمليات وإثراء الوظيفة من خلال تشكيل فرق لتحسين مستويات الأداء عن طريق تمكين العاملين من المشاركة في تصميم برنامج الجودة وجعلهم جزءا منه، وبالتالي تحقق ولائهم للبرنامج وفهمهم له بالشكل الذي يساعد على تحقيق أهدافه والحصول على المعلومات المرتدة التي تساعد على تحسين جودة الأداء. 5. شرطة إنشاء وظائف مساعدة: يتطلب تطبيق الجودة الشاملة إلى تعيين موظفين كمساعدين ومسهلين، حيث أدى تطبيق الجودة الشاملة إلى وجود مسميات لوظائف جديدة مثل المساعدين والمسهلين، وهم الذين يساهمون بجهود كبيرة في المساعدة على تسهيل تطبيق إدارة الجودة الشاملة. التغيير في مسمى الوظيفة: المساعدين والمسهلين. 6. شرطة تدعيم ثقافة معالجة وإدارة الأخطاء وتحفيز العاملين على كشف أخطائها ولتحسين بيئة العمل الخاصة بفرق العمل متعددة المهام، فإن العاملين بالخطوط الأمامية بالمنظمة يصبحوا مساعدين، كما أن الرؤساء يصبحوا مسهلين، وكذلك فإن المشرفين والعاملين والمهندسين يتفاعلون معا. 7. شرطة تشجيع التفاعل بين العاملين والقيادة: سكوت 1991، فوت 1993، 1985. ويمكن تقديم ذلك من خلال دعم بيئة العمل التفاعلية تشكل سلوك هذه الفئة والمتعلقة بدورهم في تكوين فرق العمل، والذي يسهل بدوره من عملية القيادة. وقائد الفريق في هذه الحالة هو الأكثر تعليما وخبرة، وكذلك فإن القائد الجديد لفريق العمل يجب أن تتوافر فيه صفات متعددة، منها مدى توافر المعرفة لديه، مهارات الاتصال، رؤية واسعة عن العمل، درجة العاطفة والألفة في التعامل مع الآخرين. تنمية عملية التعلم داخل المنظمة: أن المديرين في كافة المستويات الإدارية يعتبروا معلمين ومدربين لبقية العاملين، فهم يقومون بتعليم العاملين وتدريبهم فيما يتعلق بنواحي الموازنات، صيانة المشتريات، الجدولة، اختيار العاملين وإدارة الجودة. 2. التغير في أداء العاملين: في ظل تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة، فإن هناك تغييرات حدثت في أداء العاملين، وهذه التغييرات تمثلت في ظل تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة، فإن فرق العمل في المنظمة أصبحت تتوافر لديهم بيانات عن العمليات الإنتاجية، ويقومون كذلك بإجراء تحسين في هذه العمليات، وذلك من خلال خرائط العمل الموجودة في منطقة العمل الخاصة بهم، المبادرة بإعطاء المكافآت الخاصة، بينما يقوم فريق العمل بنفسه بتسجيل النتائج المتعلقة بعمله، فإن هناك نتائج خاصة تستحق مكافأة خاصة. وفي ظل تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة، فإن هناك أنواع متعددة من المكافآت الخاصة، هي مكافآت تعتمد على النتائج القابلة للقياس والمرتبطة بالتوجه نحو الجودة الشاملة، وهذه النتائج قد تكون ولية، مثل انخفاض نسبة المعيب في الإنتاج، انخفاض نسبة مردودات المبيعات، انخفاض الفاقد والتالف في الإنتاج، زيادة معدل الاستجابة للعملاء. كما قد تكون ثانوية، وهي نتائج ثانوية قابلة للقياس تؤدى إلى وجود النتائج الأولية، مثل عدد المقترحات التي يقدمها العاملين والمتعلقة بتحسين العمليات، جودة العمليات الإنتاجية، جودة عملية التوليد، الأيام التي لم يحدث فيها فاقد للوقت نتيجة الحوادث. التدريب: إن تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة يتطلب تدريب العاملين على المعارف الجديدة وأدوات حل المشكلات والتطبيقات الإحصائية اللازمة للرقابة على الجودة. تقييم الأداء في ظل تطبيق إدارة الجودة الشاملة: لا يقتصر الأداء على تقييم الرئيس لأداء المرؤوسين، وإنما يوحد تقييم لأداء الرئيس من قبل المرؤوسين، وكذلك تقييم العملاء والموردين لأداء فرق العمل الموجودة بالمنظمة، وتقييم أداء زملاء العمل بعضهم لبعض. الأجور والحوافز في ظل تطبيق إدارة الجودة الشاملة: فإن الأجور والحوافز تكون عبارة عن حزمة إجمالية من الأجور والحوافز، والأجور والحوافز هذه منها ما هو مادي ومنها ما هو غير مادي قديما، وطبقا لنظرية العدالة، فإن العاملين يحصلون على أجر يتعادل مع الجهد المبذول في العمل، وعلى ذلك فإن العاملين كانوا يحصلون على أجور منخفضة لأنهم كانوا يقدمون مساهمات محدودة للمنظمة من خلال وظائف محددة ضيقة المجال. أي أنه في ظل تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة تعددت صور الأجور والحوافز المادية وغير المادية التي يحصل عليها العامل، مثل الأجر، الحوافز، تملك أسهم بالمنظمة، المشاركة في الأرباح، مكافآت الترقية، مكافآت مقابل تقديم العامل لمقترحات لتحسين الأداء، ومكافآت مقابل تقديم العامل لمعرفته وخبرته في العمل، وتدريب العامل بشكل مستمر على كل ما هو جديد. العمل في فريق عمل: شوستر، ران، بيدريش، ميلر، 1993، بوين، 1992. مهام قسم الموارد البشرية في ظل تطبيق الجودة الشاملة:
قسم الموارد البشرية هو ذلك القسم الموجود بالمنظمة والذي يهتم بتخطيط وتنفيذ وتقييم السياسات والممارسات المتعلقة بالموارد البشرية بالمنظمة. ونتيجة تطبيق إدارة الجودة الشاملة فإن قسم الموارد البشرية أصبح يتصف بما يلي 1992 مؤون. زيادة دور الموارد البشرية في المساهمة في تحقيق المنظمة لميزة التنافسية وكذلك زيادة التأكيد على اختيار العاملين وفقا لمعايير أكثر صرامة عن ذي قبل. زيادة عدد الوظائف التي يقوم بها هذا القسم نتيجة لزيادة العبء الملقى عليه في ظل تطبيق إدارة الجودة الشاملة فاستحدثت وظائف جديدة مثل بحوث الموارد البشرية التي تقوم بجمع وتسجيل وتحليل البيانات عن الموارد البشرية من حيث مصادر الحصول عليها ومزايا وعيوب كل مصدر وذلك لتكوين قاعدة بيانات للموارد البشرية توفر المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالموارد البشرية. التدريب في ظل تطبيق إدارة الجودة الشاملة أصبح التدريب لزاما على كل العاملين بالمنظمة وليس فقط للمتخصصين الخبراء والمديرين كما أن طبيعة البرنامج التدريبي اهتمت بتحسين العمليات الإنتاجية وليس فقط تحسين المهارات اللازمة لأداء العمل. علاقات العمل في ظل تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة أصبحت علاقات العمل هي علاقات تضامنية تتعلق بعملية التحسين المستمر بين المنظمة والعاملين بها. 1994-1987 وبصفة عامة فإن التحول إلى تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة أثر على إدارة الموارد البشرية من خلال أن فريق العمل المسؤول عن عملية التحسين المستمر أصبح ملتزما بالاستجابة لحاجات ورغبات واستفسارات العميل في نفس اليوم واللحظة ولأداء ذلك فإن العاملين يجب عليهم زيادة مهاراتهم اللازمة لمقابلة حاجات واستفسارات العملاء من خلال التدريب. أصبح مديري الموارد البشرية مهتمين بالعاملين من خلال تدريبهم على أداء أكثر من مهمة في نفس الوقت وذلك للتعامل مع العمليات الإنتاجية المختلفة. أصبح فريق الإنتاج قادرا على القياس التحليل الإبداع ولكن تنقصه مهارة عرض أفكاره من خلال المناقشات ولذلك فهو بحاجة إلى تدريب يتعلق بكيفية عمل المناقشات والحوار. زادت ملكية العاملين للعمليات والتحسينات بالمنظمة وانخفضت عملية الرقابة عليهم من قبل رؤسائهم. المديرون بالمنظمة أصبحوا على علم تام من خلال الاتحاد مع شركات أخرى أو من المصادر الخارجية الأخرى بأن المنظمات الجيدة لها نفس المواصفات وتسير في نفس الاتجاه الصحيح أي أن هناك مواصفات للمنظمة الجيدة فأي منظمة لكي تكون جيدة يجب أن تتوافر فيها هذه الصفات. 5- إدارة الموارد البشرية في عصر الحكومة الإلكترونية.